انت عارف ان لو كان الطرف التاني ما كانش رد عليك بكم الفيديوهات ده وبكم البي ار والاعلانات دي، يمكن كلمتك ما كانتش اتسمعت قوي. يعني قصدي اقول ان رأيك كان ممكن يعدي لو هو ما كانش استفز قوي 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 ورد بكم حصل كامبين اعلانات للمطعم، لدرجة ان انا قلت لهم انا عايزة نمرة الشركة اللي عملت له الكامبين ده. يعني انت طلعت قلت كلمتين بعد 3 ايام السوشيال ميديا كله بقى اعلانات للمطعم ده. هقول لحضرتك على حاجه، هو الموضوع ملوش علاقه بكده خالص، هو الموضوع جه بالصدفه خالص. انا بعمل ريفيو زي اي ريفيو عادي، كتير طلعت انتقدت مطاعم، كتير قلت اشتمت مطاعم، الموضوع ملوش علاقه خالص مين صاحب البراند او ايه هو البراند اصلا. المفروض لو في حته بس رزانه شويه، او اي حد صاحب مطعم شاف اي حد بينتقده كلام سليم، بدل ما اطلع ابقى عنيف معاه اطلع الطف الجو. لطف ازاي بقى وانت ضريته في اكل عيشه؟ انا ما ضرتوش في اكل عيشه، آه. كلام سليم، زي ما في ثواب في عقاب. لا انا ماليش علاقه يعني بثواب لما تقول العقاب. اكله زفر اكيد انا مش هروح اكل عنده. هقول لحضرتك على حاجه، المطلوب مني اللي انا لو مش معاك ابقى ضدك، هو المطلوب كده؟ لا انا بس دايما اقول في الفود بلوجرز، يعني يا تطلع تقول حلو يا ما تطلعش، لان انت بتخرب بيت. يعني ملوش خالص، قالوا ملوش علاقه. صلاح حضرتك مني، مين اللي حط تمن الايسنج، تمن الاوردر، مين اللي حطه، انا ولا المطعم؟ المطعم. صح كده. طيب مين اللي حط؟ لا التمن ده سر ما بيستخباش. مش بتكلم على التمن، ما بتكلمش على التمن. المفروض المطعم ده مش حد في البيت رايح يعمل اكله وخلصها، او اقول لك استنى 5 دقايق اخلصها والكلام ده كله واديها لك، طلعت حلوه طلعت وحشه والكلام ده كله، صح كده؟ اه. المفروض المطعم شغال كارثه، دي شغال شغل احترافي، يعني الناس دي شغاله باحترافيه، مش شغاله مش شغل هواه، صح كده؟ المفروض انا رايح المطعم انا كعميل، انا سيبك من ان انا فود بلوجر او اي حاجه خالص، انا بني ادم عادي جدا رايح اكل في مطعم، اقل حقي انا دفعت ثمن اكله اخدها كويس، بس بكل بساطه. طيب يحصل ايه لو فود بلوجر مره راح مطعم في وقت المطعم كان فيه زحمه، او كان فيه الشيف بتاعه مش موجود، او وطلع اليوم ده بس الاكل مش حلو واتعمل ريفيو وسمعه هذا المكان باظت؟ طيب في حاجه تاني نقدر نقولها؟ انت قصدك ان الراجل كان يجي مثلا يقول لك تعالى مره تانية خالص، وذوق ما لا مش محتاج خالص، مش محتاج ان انا اروح مره تانية. لا ما انت ازاي بتقول ان يتعامل مع الموضوع بحكمه؟ يعمل ايه يعني؟ صلاح حضرتك جمال، الراجل اللي كان ممكن يطلع بكل بساطه يقدر يقول انا متشكرين الراجل اللي قال اللي انتقدنا بكل بساطه خالص، ياخد الموضوع ما ياخدش الموضوع على اعصابه، او ياخد الموضوع اللي انا ايه قصدي اعنفه او الكلام ده كله خالص، الموضوع مش كده خالص، اطلع ببساطه خالص، هكسب عطف الناس ليا كمطعم. انا بديها نصيحه لاي حد، اي حد مش كبير على الانتقاد، انت ذات نفسك بتنتقدي انا بنتقد اي حد انت فاهمه ازاي؟ طبيعي، لان انا برضك ما طلعتش شهرت بحد، انت فاهمه ازاي؟ انا قلت تجربتي الشخصيه. حاجه تاني، ما هو لو كلمتك مسموعه ده يخرب بيوت. لا خالص خالص، انا كلمتي انا ابسط الناس يعني. لا قصدي اقول يعني انا لو في مطعم ما اعرفوش وقلت لي ان هو وحش مش هروح. طب ما خلينا نشوف حاجه تاني، طيب ما نشوف راي الناس في الشارع كان ايه. الناس مقسومه لنصين، النص اللي بيهاجم اللي هي اللي هو بص هقول لحضرتك على حاجه بقى، عارفه انت الناس اللي هي داخله تهاجمك عشان هي مش عارفه اي حاجه، او مثلا انا عاوز اقول لك ايه، سمعت مش سمعت. هقول لحضرتك على حاجه، انت لو رحت جربتي مطعم انت هتقدري تحكمي اذا كان ده كويس ولا مش كويس. طب في ناس راحت جربت وقالت ده مش كويس، تمام؟ فاهم حضرتك؟ بقول لك ايه، بس انتوا بتاخدوا فلوس ساعات عشان تقولوا انه حلو. بص هقول لحضرتك على حاجه، انا ما مش معقول تيجي مثلا اعلان يقول لك خد 40,000 جنيه وتروح تقول له ان الاكل وحش. هقول لحضرتك على حاجه، دوت بيعتمد على اللي بياخد فلوس، كلام سليم. أكيد انا اكيد انت بتاخد. انا لغايه اللحظه دي ما خدتش فلوس من المطعم، ما فيش خالص؟ مطعم خالص، انا بروح المطعم بدفع فلوس في الاكل، في مطاعم ما باخدش منها فلوس، في مطاعم ما بتاخدش ثمن الاكل، كلام سليم. ده للامانه كتير، في ناس بنديها ثمن الاكل لما نروح لحد البيوت والكلام ده كله، لان انا شغال على ما حته. انت بتكسب من ايه؟ من صفحتك يعني؟ والله صفحتي واقفه ربح، انا انت عندي مشكله في صفحتي اتهكرت، حد خد البيزنس اكونت بتاعها، فالصفحه بتاعتي. ما انت بتشتغل ايه؟ بص هقول لحضرتك على حاجه،
انا راجل عندي كذا مشروع الحمد لله رب العالمين، ومشروع الرئيسي بتاعي اللي انا باكل منه عيش اللي هو مركز صيانة السيارات ده، شغل الشاغل الاول والاخير. امال ايه اللي دخلك في القصه دي؟ بصي هقول لحضرتك الحاجه، هي جت فتره كورونا تمام، كنت انا فاتح مطعم ما كانش احسن حال مع الناس كلها، فدخلت في حته. طب يعني كان عايز يفتح مطعم اهو، فتحت مطعم بالفعل. فتحت مطعم بالفعل وكنت شغال نعام وغزال، فكنت من الناس المميزه اللي بتعمل اكل الحمد لله رب العالمين، كنت جايب كواليتي عالي. فلو كان حد بينتقدني كنت بتقبل ده عادي وبروح له وباخد برايه، حتى لو ولد صغير لازم اخد برايه اشوف ايه الشكوى بتاعته، ما اطلعش هجمه. انا راجل كراجل صاحب مال، فطبيعي حتى في مركز الصيانه لو في حد عملت له شغلانه وارد يكون صنايع عندي اخطا، بس الصنايع ملوش علاقه، مش هعلق حجتي على الصنايع، مش هعلق حجتي على شيء. طيب انت ما خدتش قبل كده، لكن لو جيت طلب منك انك تعمل اعلان لمطعم، ما انت هتاخد فلوس ولازم تقول انه حلو. لو هو حلو هقول حلو، ولو هو وحش هترفض الفلوس وما تاخدش. اه طبعا، انا من تحت اي بند من البنود، مش هكون سبب لحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل، دي ابسط حاجه. خد بالك انت خطا وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. اللي حد يقول حسبي الله ونعم الوكيل عشان انا اكسب المال، كلام سليم. انا عندي ثلاث اولاد، بنت وولدين في ملك سنه، في اولى ثانوي علم علوم، محمد في سنه 5، مالك لسه في كي جي 2، فمش هدخلهم جنيه خالص.